يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض اصابع التمر بالسمسم. عندي المكونات هني هدول 5 كاسات من الطحين، بس احتمال ما نحتاجهم كلهم، بس انا مجهزتهم لحتى نضيفهم هلا بالوصفه. عندي ظرف فانيلا وظرف بيكنج باودر. عجينه التمر انا هون هي عندي اياها عجينه، انا هي كانت عنديها قبل يعني كنت مفرستها بس ما بتكفيني، فانا جبت هلا هي ما فيها بذر. هلا بدي اعجنها قدامكم لحتى تشوفوا كيف بدنا نساويها عجينة. هدول بيطلعوا تقريبا كيلو. نص كاسة سكر بودرة، ربع الكاسة زيت نباتي، وسمسم تقريبا بتكون شي نص كيلو او اكتر شوي. انا هون كان عندي شوي محمص، حمصت شوي، كمان كان عندي شوي صفيانين فحمصت شوي، كان عندي مو محمص حمصتهم وحطيتهم مع بعض لهيك شايفين لونهم بهالشكل هذا. 250 جرام من الزبدة، عندي معلقة كبيرة من القرفة او الدارسين، رشة ملح صغيرة، تقريبا فنجان القهوة يعني ماء الزهر، وحبة بيض وحدة. لنعمل عجينة التمر هذا، اما بتفرموه بماكينة اللحم او بتفرموه او بتدعكوه بايدكم، بس بتاخد معكم وقت يعني هي بتكون طرية. انا رح احط لها معلقة واحدة من السمنة وبصير زيت كمان وبصير بدعكها بايدي. رح احط السمنة، كل ما كانت عجينة التمر طرية بيكون عندكم الأصابع كمان ما بتنشف وبتطلع هشة، لأنه إذا خليتوها ناشفة رح تنشف بقلب كمان العجينة وتصير تشقق معنا الأصابع. رح حط عليها القرفة حتى تكون طرية كتير. أنا هون مجهزة شوي ماء زهر مع شوي مي، يعني تقريبا شي معلقة صغيرة من الماء زهر حطيتها مع شوي مي، ورح حط كمان عليهم مي وشوف الطراوه كيف بدها تكون، يعني لازم تكون عجينه رطبه كتير لحتى ما ينشف معنا المعمول او اصابع التمر. هلا هيك القوام بتلاقوها انتم طريه، بس انا بدي اياها اطرى من هيك بشوي. رح احط كمان شوي صغيره من المي وعجنها لحتى الاقي القوام صار يعني تلاقوها رطبه وتكون شكلها ما تكون جامده كتير. هيك صارت العجينة عندي جاهزة، هلا بنشتغل بالأصابع. لنعمل العجينة حطيت الزبدة، الزبدة لازم تكون بحرارة المطبخ، يعني شايفين كيف بتدوب معكم دغري. بحط عليها السكر والزيت. سكر فيكم تحطوا سكر عادي مو سكر بودرة، بس يعني هو بده تكون تذوبوه، يعني يفضل تذوبوه مثلا بماء الزهر أو شيء، يعني هذا الماء الزهر اللي بدنا نستخدمه فيكم تذوبوا فيه كمية من السكر لحتى يذوب معانا. هلا بخلطهم انا هيك شوي صغيرة بس لحتى يتمازجوا شوي. بحط رشة الملح كمان. رح ضيف البيض. بحط عليه الفانيلا. للفانيلا اذا انتم تحبوا تحطوا اكثر من زرف كمان بيصير، هي بس لحتى تتخلص من زنخه البيض. رح تسالوني بيصير بدون بيضه؟ بيصير، بس الافضل تكون البيضه موجوده لحتى تتماسك شوي العجينه، لانه هي ما فيها كثير سوائل. رح نحط كمان ماء الزهر وبخلط كل المكونات مع بعض. هلا رح نضيف الطحين شوي شوي، ببلش اعجن بايدي لنشوف قد ايه بدنا نستهلك من الطحين. هدول مثل ما قلت لكم هن 5 كاسات من الطحين. هي ما بتنعجن يعني مثل العجائن الثانيه، بنحط وبنلم لم هيك شوي لنشوف القوام كيف بيصير. رح احط البيكنج باودر كمان. طبعا هاي العجينه ما حنتركها تتخمر كتير، بس رح نريحها شي 10 دقائق بس ونبلش شغل فيها مباشره، لانه فيها بيكنج باودر ما فيها خميره. شايفين كيف بلشت تشكل عندي العجينه؟ انا تقريبا ضل عندي هدول، يعني بيطلعوا هدول تقريبا نص كاسه، يعني فعليا استخدمت تقريبا 4 كاسات ونص. شايفين كيف بلمة هيك لم، يعني ما بعجنها أنا كامل، هيك بلمة لم.
السلالم، هدول اللي بيكونوا على جناب بيكونوا بعدهم الطحين على جناب. هذا هو شكله للعجينة، شايفين كيف بس اضغط عليها كيف تكون رطبة، ما بتكون كتير ناشفة. اذا لقيتوا حالكم حطيتوا كتير من الطحين، يعني انتوا عم تعجنوا ما انتبهتوا حطيتوا زيادة من الطحين، ضيفوا معلقة سمن او زبدة او زيت كمان بيصير. هلأ رح نبلش، رح نريحها بس تقريبا شي 10 دقايق او اقل شوي، 5 دقايق، ونبلش نشتغل فيها مع بعض. انا عملت التمر بهالشكل هذا، يعني حتى لو كان عندكم طري ما تخافوا منه. هلا انا عندي اياه شايفين كيف طري، يعني قد ما بتعملوا له هيك بتلاقوه طري، بس انا بحاول لك ايدي شوي بالزيت او بالزبده، انا حطيت شوي زبده كمان على ايدي، وبحاول افردهم ما تخلوها ناشفه لحتى تقولوا ما انفردت معي. شايفين كيف يعني دهنوا المحل ما بتكون تشتغلوا كمان الطاوله، ممكن ندهنها شويه زيت لحتى ينفردوا معنا بهالشكل هذا، بس لازم يكون كثير طري. رح اجهز كمان هون البيض، رح احط عليه شوية فانيلا وخلطه، ممكن خل كمان تحطوه كمان بيصير، لحتى هدول هلا بدنا نحط فيهم الاصابع ونلكهم بالسمسم، هذا اللي رح يلزق السمسم على الاصابع. هلا انا اخذت قطعة من العجين رح نفردها بشكل طولي لحتى نعمل الاصابع. هلا في ناس بتحب يكون العجينه سميكه والتمر اقل، انتو هذا بيرجع لإدكم قد ما بتكون انتو بتعملوا العجينه سماكتها، او بتحبوا تخلوا التمر اكثر، يعني الرول بتعملوا رول التمر اكثر كمان بيصير. هلا انا رح اقطعها لحتى اقدر اتحكم فيها، باخذ هدول. فيكم تشتغلوا تحطوا كيس نايلون وتشتغلوا عليه، بيساعدكم كمان باللف كمان بيصير. باخذ هلا التمر اللي عندي بحطه لقياس الرول حسب قد ما حطينا العجينه، برفعها بهالشكل هذا بلفها. وبقصة يعني بس لفة واحدة، هاي رح اخذها عجنة وبصير بدحرجها هيك لحتى هاي تسكر من هون، بسكرها ويكون قوامها كمان كله متجانس، بعملها بهالشكل هذا. بعدين بناخد هلا بدنا نقصها القطع اللي بدكم اياها، يعني ممكن تساووها كبيرة مثلا اصبع هالقد او اصغر حسب ما بتكون انتو. بقطعها بهالشكل هذا، هذا هو شكلها بهالشكل هذا. هلا انا بدي انهيهم كلهم وبعدين بقولكم الخطوة اللي بعدها. رح اعمل وحدة تانية بس رح قولكم كيف انه ما تساوى، اذا ما بدكم تساوى رول بهالشكل هذا، يعني تساوى شوي تكون ابسط من هيك. يعني بعد ما بنلفها بهالشكل هذا بنسكرها من هون، بضغط عليها هيك شوي خفيف، بعدين بصير بايدي بعملها هيك بنرتبها من على جناب، كمان بنخليها عريضه، يعني ما نخليها مثل ما كانت هديك اصبع كامل هيك بهالشكل هذا. كمان بقطعها بس بقطعها قطع اصغر من هيك، في ناس بيحبوها لقياس يكون صغير بهالحجم هذا بهالشكل. رح اعمل قسم هيك وقسم مثل ما عملت قبل شوي. نجي لاخر مرحله اللي هي بدنا نحط الاصابع بالبيض وبنكرجهم هيك بالسمسم، بس من هون بنخليه ما بنحط عليه سمسم، هذا هيك بده يكون شكلهم بهالشكل هذا. بحطهم بالصينيه على درجه، بدخلهم على الفرن بكون حاميته من قبل على درجه حراره 180، بشغل من فوق ومن تحت. رح اعمل الثانيه كمان اللي عملتها عريضه ما عملتها اصابع نفس الطريقه، بشغله من فوق ومن تحت للفرن، بتحملوا معكم تقريبا شي 10 دقائق بيكونوا جاهزين. هذا هو شكلهم. هذا هو طبقنا لليوم، انا حطيت لكم كامل الكميه
طبعا انتم اذا استخدمتوا سمسم محمص بيكون اللون بيختلف عن هذا، بس لانه انا حطيت سمسم نوعين راح اجيكم اياها. شايفين كيف من تحت ماني محمرتها انا كثير قد ما بتكون انتم بتحمروها. هذا هو، شايفين كيف، شايفين قد ايه مقطراها، اول ما بمسكها بتلاقيها فتت ونزلت. بتمنى يكون عجبكم شغلنا لليوم. اذا حابين تدعموني اعملوا لايك وشير للفيديو، ولا تنسوا تتابعوني على قناتي مطبخنا السوري.